السلام عليكم أزور في اللون، مرحبا بكم ناس الجياسكا. تابعوا هذا الفيديو، أخبار متنوعة. أول خبر، سياد بوخنشوش يغادراني شبيبة القبائل. دوك نحكيو على هذا الموضوع الأول. أيضا ولحد الساعة ما بان والو الحارس مرمى. كاين أخبار قالك شعال راح أمضى رسميا في شبيبة القبائل، ولكن المفاجأة شو هو؟ ظهر ميجادال حارس مرمى سابق لشبيبة القبائل، كتب على صفحته. دوك نشوفوا واش كتب على صفحته على شبيبة القبائل مع فيديو. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. المهم نبداو بي سياد وبوخنشوش يغادران شبيبة القبائل، نتمنى لهما التوفيق. فيه اخبار تقول بلي سياد راه مطلوب في مولودية وهران، وقد يمضي في الايام القليلة القادمة في مولودية وهران. وكي تقول مولودية وهران، قول بوزيدي ربما طلب خدمته، قادر زيد يطلب خدمات بوخنشوش. المهم اللاعبان الثنائي خارج أسوار شبيبة القبائل، ربما ضغط الأنصار أو الإدارة كانت مضغوطة أيضا، أو اللاعبان سمعوا باللي راهم غير مرغوب فيهم في شبيبة القبائل. كثير من التعليقات كانت ضد هاد اللاعبان، ربما أحسوا باللي ربما غير هو مرغوب فيهم في هذا الفريق. والحل أنهم يغادران، وجد الحل الإيجابي لهم، أتمنى لهم التوفيق. لعبة في شبيبة القبائل، وإحنا من عادتنا ما نطيحوش على اللاعبين، بالتوفيق للاعبين في مشوارهما وبقية مشوارهما، أتمنى لهم كل الخير. أنصار شبيبة ما يرضوش الشر لأي واحد، نتمنى لهم التوفيق. وهذا ما كان، وهذا هو المكتوب اليوم في فريق، غدا في فريق آخر. شعال قالك أخبار باللي أمضى في شبيبة القبائل، الكثير من الأخبار قالت باللي شعال خلاص فرح مع شبيبة القبائل ولقد أمضى في الشبيبة. هذا خبر غير مؤكد، ولكن ربما المفاجأة بدأت بميجادال. بسم الله الرحمن الرحيم، واش كتب في الصفحة؟ السلام عليكم، أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر كل مكونات نادي شبيبة القبائل، تشرفت بحمل قميص هذا النادي التاريخي، جزيلا ستبقى هذه التجربة في ذهني دائما وأبدا. هذا ما شافوا الأنصار، وقال لك ربما كيكتب في الصفحة تاعه معناها أنه راهو تفاهم مع المسيرين. هذه الصورة، وقال لك ربما كاين فيديو تاع ميجادال. هذه المعلومة اللي متوفرة الآن، وما كتبه ميجادال آخر ساعتين الآخرتين. ولكن كاين أخبار قال لك هذا اللاعب أو هذا الحارس شعال أمضى في شبيبة القبائل. دوك نورونا الأنصار، الأنصار ينتظرون حقيقة الأمر، هل هو ميجادال وهل أنت موافق على عودة ميجادال أما فريد شعال يحمل ألوان شبيبة القبائل. لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركونا تعليق مع فيديو جديد وأخبار جديدة. سنوافقكم يا سلام.